الخير لكل مشاهدينا واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره. ستات ما بيعرفوش يكذبوا. بمسي واصبح على صديقتي العزيزه اميره. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه مفيده حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. سنه سعيده واخضر بقى و... ما هو وانت احمر برضه. اما هو يعني اجواء احتفاليه بالظبط كده. موضوع حلقتنا النهارده بفكر حضراتكم النهارده الحياء الصح. النهارده بنتكلم عن صحه المصريين, صحه المصريين الغذائيه, وازاي احنا على طول ما احنا شغالين الصيدليه بننزل الصيدليه اي حد يقول لنا ده مكمل غذائي, ده بيساعد مش عارفه ايه, ده بيديكي نشاط, ده بيديكي حيويه, ده بيرفع مش عارفه ايه, ده الكلام ده. فموضوع حلقتنا النهارده عن صحه المصريين وخاصه المكملات الغذائيه, ناخد ايه منها وما ناخدش ايه, نعمل ايه, نعمل تحليل الاول, يعني حاجات كتيره جدا مع فريق الحياه الصح. لكن من اهم الحاجات اللي برضو لفتت نظرنا التقرير اللي معانا النهارده, والتقرير هو او ملف عن صحه المصريين في 2012 نشرته صحيفه الاهرام. وصحيفه الاهرام قالت ان من اكثر الامراض اللي بيواجه او الشعب المصري الاصابه بامراض القلب, بعد كده بتليها الاصابه بالسرطان, وبعد كده امراض الجهاز التنفسي والسكر, ونهايه مزاج المصريين النفسي كمان في مشكله كبيره جدا. التقرير اللي عن صحة المصريين اللي اتنشر في الأهرام بيقول إن 60% من سكان العاصمة بعد الثورة بيعانوا من الضغوط النفسية, و 50% منهم على استعداد لتلقي تأهيل نفسي بالذات الستات, مع ازدياد المشاعر المضطربة ما بين عدم الإحساس بالأمان والحيرة والارتباك. بذمتك تعالي بقى, يعني ده حوار اوت اوف العادي بتاعنا لو انا وانت دايما بنعمله. يعني لما انا ارى ان 50% او 60% من سكان العاصمه بيعانون من الضغط النفسي, و50% عايزين يتلقوا تاهيل نفسي كمان. لو انا بسال نفسي, طب ما انا ست مستدي, انا عندي الاحاسيس دي, انا كل يوم الصبح النهارده والله العظيم يا امير. على فكره, على فكره انت واضح جدا عليكي انك عندك الاعراض دي, يعني مش فجاه ولا حاجه. هقول لك حاجه بالظبط. ده الطبيعي بتاعي. لكن بجد لما تيجي تقري الجرايد, انا النهارده قاعده انا واميره قبل ما نطلع على الهوا, كل الجرايد موجوده, كل الجرايد الموجوده في مصر اللي بتنزل موجوده قدامنا, قريناها من كتر ما انا قريت الاخبار. بصيت لها كده قلت لها اميره انا عايزه اسالك سؤال, انت مش ملاحظه ان مفيش خبر ما بيستفزش المصريين, مفيش خبر ما يعليش الضغط, مفيش خبر يسعدنا او يبهجنا, ده كان الناس المسؤولين عايزين ينكدوا على الشعب المصري, كان مفيش خبر لازم يعدي يقول ايه الشعب المصري, ما يمكن فهمته غلط, ده كل الاخبار يا دمها تقيل يا بتستفزنا يا بترفع الضغط يا بتغلس علينا. يعني انا بجد الامر المؤكد بيه انه لما نتصفح الجرايد والصحف او المجلات او المواضيع او نقعد قصاد الفضائيات, الامر المؤكد بيه ان احنا بنواجه حقبه من الاخبار اللي ما اقدرش اقول عليها غير الحقيقه, يعني انها اخبار مش سعيده. عندنا أزمة اقتصادية الناس كلها عمالة تحس بيها يوم عن يوم, الدولار عمال يرتفع, الذهب عمال يرتفع, الحكومة بتقول لا الدولار هينزل, البنك المركزي بيطلع بيان, الناس حاسة بعدم الإحساس بالأمان. امبارح مبنى الحزب الوطني اتحرق, قالوا بعقب سجارة, مع أنه مبنى الحزب الوطني كان اتحرق فعلا قبل كده في بداية الثورة, ومفروض أنه مهجور ما فيهوش حد يشرب سجارة ويرميها فالمبنى يتحرق. تأكيد المعنى تاني. لا والتصريحات بقى, تصريحات دكتور عصام العريان وتصريحات المرشد واللقاء النهاردة في الوطن عن مع رئيس جماعة النهي عن منكر, واللي بيحققوا مع باسم يوسف وإصابة مهند, تحسي أن أنت بتقري الجرنان. طب أنا عايزة أشوف حاجة حلوة, ادوني حاجة ما تستفزنيش. عشان نشوف حاجة حلوة لازم نبص للصورة الكلية وما نستغرقش في التفاصيل. يعني أنا أقدر أقول إن في سنة 2012 كان في حاجات كتير حلوة في وسط زحمة الدوشة اللي أنت بتتكلمي عليها دي, اللي هو الجرايد بتنشر إيه والفضائيات بتقول إيه, لكن كان في حاجات حلوة. أهم حاجة كانت وما زالت وستظل حلوة في الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية, ان المصريين رغم الضغوط ورغم المشاكل النفسية ورغم الاخبار المستفزة مقررين انه احنا لا هنزهق ولا هنطفش ولا هنقول ملناش دعوة
ولا هنقفل علينا الباب وهنفضل معنيين بشأن الوطن. خدي بالك من نقطة. قولي. خليني أقول لك. أي حد بيقرأ في علوم السياسة ويتابع حال أي مجتمع بعد الثورات لازم هيدرك إنه بعد أي ثورة، هي ثورة عبارة عن إيه؟ ثورة عبارة عن تغيير عظيم جذري في كل حاجة. فالتغيير الجذري ده بيترتب عليه كل حاجة في المجتمع بتطلع كده بتتقلب زي الموج. عارفة الموج لما يخش على البحر كده يجيب عليه وطيه من فوق ومن تحت. أنا معاكي. أعباء هذا التغيير العظيم بتنزل على الناس اللي كانت متعودة إن الدنيا مستقرة، وأنا بكلم ماما كل يوم الصبح وبشرب الشاي و أنا معاكي. بس التغيير بيعمل جميل. هنصطدم باخبار حلوه واخبار وحشه اللي مجنني يا اميره ان انا معاكي في ان احنا بنصطدم وان احنا لازم نتقبل، لكن اللي مجنني ان اصحاب التعليقات واصحاب التصريحات دي انتوا مواطنين مصريين. يعني انتوا هتستفيدوا من ايه لما تستفزوا الشعب المصري؟ هتستفيدوا من ايه لما الناس تقولك ايه اللي انتوا بتعملوه؟ في ده هو انت متصوره ان في حد بيصرح تصريح ما بيبقى قصده يستفز المصريين؟ امال ايه؟ لا لا، الناس المشتغلين بالسياسه عموما بالذات في اطار مجتمع بيتعلم ديمقراطيه ا ب ولسه كل واحد بيقول اللي بيجي على باله، انا بقول اللي شايفه. انا صح. مالي انا مالي اللي بيجي على باله ده؟ انا مالي يعني اللي يجي على بالي اللي عايز. لا بصي يا اميره، انا لما تيجي حاجه على بالي اقولها بيني وبين ماما، اقولها بيني وبينك، اقولها بيني وبين اصحابي في الكلوز. لكن لما تيجي حاجه بيني حاجه على بالي لازم تبقى تطلع للمصري. احنا مش مجبرين ان احنا نسمع على بال حد. يا صديقتي العزيزه، الناس لما بتدلي بتصريحات، انا على فكره مش بتكلم على تصريح معين، انا بتكلم عموما. الكم الاخبار اللي قلتها لك، يعني مش بتكلم على تصريح الدولار معين. يا قطر السكه الحديد. ماشي ماشي. يا قطر ماشي. يا قطر شدي فرامل اليد. مش عارفه اشدها بصراحه من كتر ما انا مضغوطه. ما حدش قاصد يستفز المصريين، ولا حد قاصد من تصريحاته انه يغضبهم، انما لما ما يمنعش ان في تصريحات تغضبنا. بس انا بس كل الجمله اللي بحاول اقولها لك، هم مش قاصدين يضايقونا. ممكن يكونوا بيضايقونا جدا بس هم مش قاصدين. ده على اساس انا لازم اعتبر كده اخد يعني لا لا اعيش في دور ان انا والله وحياه غلاوتك. انا بتكلم بجد، انا عايز اطلب، مش عارفه هنكون صح ولا غلط. الطلب اللي انا هطلبه ممكن يبقى غلط على فكره. زمايلنا الساده الاعلاميين والصحفيين، الاخبار اللي ملهاش لازمه لشخصيات ملهاش لازمه احنا مش لازم نقولها. انا مش لازم نكتبها، مش لازم. انا رايي انا عن نفسي في 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 بعض الاخبار ما تستدعيش مني الاهتمام، او ما تستدعيش ان انا انقلها للجمهور المصري اللي بيثق فينا وبيحترمنا. انا مش من حق. انا مش شرط ان انا اديله اهميه ولا سبوت لايت. في بعض الاخبار او بعض الشخصيات بالزبط. اللي احنا نقدر نقول عليها من قبيل الشطحات. يعني واحد كده قرر يشطح. بالظبط. فهو لما يقرر يشطح من حقه بقى فعلا يشطح على الكنبه. بالظبط بقى. لكن لما ابروزه اعلاميا واردد كلامه مره واتنين واعتبره ظاهره واستضيفه هنا وهنا، وهو يصدق نفسه، يصدق نفسه ويتصور انه حاجه كبيره جدا، وهو في النهايه الحقيقه كلامه يعني يتحط تحت وصف الشطحات. انا اتمنى ان احنا كلنا يعني اتمنى هذا. هرجع يعني للتقرير بتاع صحه المصريين. قولي بقى. ارجعي. لان برضو طبعا صحه المصريين نتيجه لكل اللي انت قلتيه ده. طبعا. الصحه النفسيه والضغوط الظاهرة الجديدة كمان اللي الحقيقة مؤسفة قوي، ما كنتش احب اتكلم فيها، انه مركز السموم بجامعة عين شمس بيقول ان بقى في ظاهرة في المجتمع المصري اسمها الحشاشين الصغيرين. حاجة محزنة. وانه تلت حالات التسمم بالحشيش اللي بتروح مركز السموم في جامعة عين شمس كانت لأطفال أقل من 12 سنة، وانه كمان نوعية المواد المتخدرة اللي بيتعاطاها الأطفال والمراهقين الصغار من اول الحشيش والحبوب المخدره والترامادول وحبوب الهلوسه وغيرها. الحقيقه دي ظاهره بتقول حاجه مهمه قوي، لانه انا لا اتصور انه ان التقرير لما قال الحشاشين الصغار لا اتصور انه كان بيقصد بس الاطفال اللي احنا بنطلق عليهم اطفال الشوارع او الهومليس children، الاطفال اللي مش موجودين ما لهمش اسر. انما انا اتصور انه في جزء من اطفالنا نتيجه للارتباك
والضغوط العصبية، وإن الأب ما بيشتغلش، وإن الأم عصبية، وإن الناس كلها عمالة تفش غلها في بعض، إن هذه الأطفال انحرفت نتيجة لغياب الرقابة الأسرية. وأستاذة سهير بتقول أهي إن إحنا إن شاء الله هنعمل حلقة خاصة هنفتح فيها ملف الأطفال اللي بيتعاطوا مواد مخدرة، لأنه يا جماعة ده مستقبل مصر بقى. الظاهرة يعني دي بس اسمها قبل ما نتكلم عن الظاهرة، أنا عايزة بس أعلق على موضوع الظاهرة دي، الحشاشين الصغيرين دي. أنت بتقولي إن هي عشان الأب أو الأم شغلوا، لا أنا شايفة إنه تقصير واضح وصريح من الأسرة، إن يبقى عندنا أطفال عندهم 12 سنة وممكن يستعملوا ترامادول، وأنا التمست لهم العذر يعني من الأول خالص. أيوة يعني غلطة دي كارثة أسرة. دي كارثة أسرية، ولازم الأمهات ياخدوا بالهم من مواضيع الأمهات والأبهات، والحقيقة المدرسين في المدارس والقرايب. يا جماعة لما يبقى عندي جيل من الأطفال عنده 12 و13 و14 سنة بيجيله تسمم من الحشيش، الإفراط في تناول المواد المخدرة، بيتعاطى الترامادول وأقراص الهلوسة، يبقى إحنا مستقبلنا بيضيع، مستقبل البلد بيضيع، لأنه إحنا جيل عواجيز كلها شوية طالت أو قصة مروحين. فده جيل اللي مفروض هيشيل مصر على كتافه في المستقبل. لما هذا الجيل اللي هيشيل مصر على كتافه في المستقبل يبقى عنده إفراط في الحشيش والمواد المخدرة والترامادول، يبقى فيه علامة خطر كبيرة قوي، لمبة حمراء عمالة تنور بتقول انتبهوا. عشان كان تالي مهمة قوي فكرة حلقة خاصة عن الحشاشين الصغار. طيب. الصغار. حلقتنا النهاردة بنرجع تاني لموضوعنا، وبرضو ليها علاقة بصحة المصريين، وزي ما قلت في الأول الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، الأكل الموجود في السوق الماس أو الحاجة اللي بتقولك ده لايت أو ده دايت أو ده خالي من السكر، هل ده حقيقي؟ هل صح إن إحنا ناخده ونستعمله ويبقى حاجة أساسية في حياتنا، ولا ممكن فعلا تبقى مضرة والضرر بتاعها بيظهر بعد فترة طويلة؟ محتاجين إن إحنا نعرف من خلال فريق الحاسة. أقول لك حاجة، إنه المصريين للأسف في جزء من ثقافتهم اللي هي نظرية البلبعة دي، اللي هو أنا حاسة برهقان أخد فيتامين، ده أنا صحية تعبانة، لا تعبانة إزاي، خدي فيتامينات هتقوي، دي حق أنا بعمل حركات، خدي اشربي ده ودوبي، لا ده مش عارف اعملي إيه، ده بنت خالتي خدت فيتامين جاب من كندا، مين من أمريكا، خلي من مش عارفة من إيه، وده بأنتي أكسيدنت، وده بيدا نظرية البلبعة دي، نظرية إنه كل حاجة كده إحنا اللي خرمنا التعريفة ودهلنا الهوا دوكو، وإحنا اللي بنفهم في كل حاجة، وبصدق بنت خالتي وبصدق الصيدلي، بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الجسم. الدكاترة كتير بيقولوا ان الكبد بيرهق من مسألة كمية الأدوية اللي بتخش الجسم، حتى لو في صيغة فيتامينات ممكن يحصل تسمم. انت عارفة ميرا الموضوع ايه؟ الموضوع ان احنا كشعب مصري عندنا الثقافة دي. أيوة. يعني احنا من الشخصيات بتاعت ان اي حد يقول لنا والله ده في دواء حلو بيخسس، انا ما حتى وانا شايفاها لسه ما خستش يعني، بس مجرد بتقول لك ده حلو قوي بيسد النفس بنزل الصيدليه اروح اجيبه. لو واحده صاحبتي قالت لي ده في دواء يجنن بيطول الشعر ويظبط الضوافر، طول الشعر ويظبط الضوافر ويرجع الدمويه، بننزل الصيدليه نروح، عندي علبه جايه من كندا تشتري لما اشتري بقى، ما احنا زمان اللي قراص قد كده، فتحت العلبه اللي جايه من كندا، واحده صاحبتي بمنتهى الحب قالت لي انا هجيب لك فيتامينات بقى عودة الشيخ الى صبا، وراحت جايبالي بطرمان كده، فتحت لقيت القرص قد كده، هبلعه واموت، قالت بس جربيه، طب مش قادره اجربه، بس اللي عايز يشتري علبه الفيتامين الفظيعه اللي جايه من كندا انا حاضره واعمل مزاد. بس انا عايز اقول حاجه، في حاجات اكيد بتفيد، يعني مين اللي قال؟ هنعرف مين انا مع الدكتوره مها سالتها من جوه، في حاجات بتفيد، يبقى لازم نسال دكتور بالظبط امتى ناخدها وامتى ما ناخدهاش. في فيتامينات بتعمل لخبطه مع بعض، طبعا بيجي يعني تسمم دوائي، المعده والكبد والكلى بيتاثروا. في حاجه اخطر، الفيتامين اساسا في الاشياء الطبيعيه، يعني اشربي لبن، لا ما بحبش اللبن هبلبع كالسيوم، ايوه كلي طماطم وكبده عشان فيهم حديد، لا هاخد اقول لك ليه؟ أقولك ليه؟ عشان أنا لما جيت لو أنا شربت كوباية لبن محتاجة 10 كوبايات 20 كوباية لبن عشان يعمل لي نفس الإفكت، وأنا يعني لا 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 نسأل، طب نسألها؟ نفس الإفكت بتاع القراص. ليه المصريين أسهل. لا يعتمدوا في فيتاميناتهم على الفيتامينات الطبيعية؟ أنا بحس إنه أسهل. وبيشتغلوا بنظرية مفيدة بتاعت أسهل واشرب يا جدع وزيح. بس أنا عايز أقولك حاجة، هي نظرية غلط.
انا بعترف دلوقتي على الهواء ان هي نظريه غلط، لكن هقدر ابطلها ولا لا؟ ما هي دي مشكله يعني. انا ما عايدكيش ان انا ابطلها، لكن محتاجه افهمها. كتير من اصدقائنا احنا محتاجين نفهم ناخد ايه مع ايه. وايه حكايه الاولاد الشباب يعني اللي هم بيبقوا عايزين اجسامهم عامله كده؟ لا ده موضوع تاني بقى. اخويا محمد بقى معانا النهارده كابتن رضا. فالشباب بدل ما يلعبوا رياضه وبدل ما ياكلوا يقول لك هاخد مش عارف ادويه ايه تخلي ايه المضانس. امينو امينو مش بفهم يا اختي والنبي في حاجه. انا اقول لك، انا مره انا كتير بس عشان ما افضحش كل الناس، عشان ايه؟ انا عارفه ان هم يا ريت يبقى كلامك خفيف على البشريه يا قطر. ها حد من عيلتي واصحابي وقرايبي مفيش مره نبقى مسافرين غير ولازم يوصونا ان عايزين ماركه ايه بتاعه الامي. يا عم دي بتعمل ايه دي؟ عشان لما بقى انا في الجيم بتساعدني ان انا اعمل مجهود كويس وبتغذي العضلات فبتطلع العضلات. ما جانش اللي انا عرفته بقى من فنانين كتيره يعني، كمان فنانين فنانين كتيره واصدقاء لينا يعني. من انا كنت بعمل حوارات كتيره جدا في نجم كبير مصري. طب يا ريت بس ادانك قافله بقك. حاضر. بيعمل برضو بيلعب رياضه وكده. قال لي بقى ان مش مفروض الامينو اسيد تتاخد على الفاضي وعلى البطال لانها بتعمل حصاوي في الكلى. اقول انا بقى كده لاصحابي واقول كده لاخويا واقول ما يصدقوش. ما احنا عايزين نسال الدكاتره. وبين هو في حاجه غريبه قوي. طب المصريين بياخدوا فيتامينات وبياخدوا حديد وبياخدوا مكملات غذائيه وصحتهم زي الزفت. صحتنا زي الزفت. تقرير بتاع الاهرام بيقول اهو. يعني مش مثلا يا ريت بناخد مش كل المصريين يا اميره. يا ريت بناخد ده وبنصرف عليه فلوس كتيره وبنستورده من بره وصحتنا 100 فل و10 فنقول اوكي. لا ده انت تلاقي علب الادويه بقت زي علب الخياطه كده الواحد ماشي بيها. علبه البكر والابر بتاعت امي وبلبع زيح 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 وبعدين مغمى عليهم. انت عارفه اكيد في حاجه غلط. احنا في حاجه غلط مش عارفه. فلقينا إيه؟ عندنا حاجه غلط. وفقرتنا النهارده الحياه الصح عايزين نناقش مع ضيوفنا ايه الغلط اللي بيعمله المصريين اللي احنا بنعمله كلنا. انا لا انا خلص. لا 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 يعني انت عايز تفهميني ان انت ولا مره جالك هذه الرغبه الملحه في تجربه حاجه؟ لا. خلص. ده انا عندي اصل انا عندي راي فظيع جدا في موضوع الطب ده. ايه؟ انا رايي انه الادويه شركات الادويه انا معاديه جدا لشركات الادويه ورايي ان شركات الادويه بتجرب الادويه في البشر وانه في احيانا نتائج سيئه ما بتبانش الا بعد 20 و30 سنه بعد ما يكون جيل بحاله اتدمر ولما يرجعوا يكتشفوا ده يقولوا طب اوكي هنوقف الدواء لكن تكون الاثار السيئه. يعني انت عمرك في حياتك كده ما رحتي سافرتي ودخلتي كده صيدليه كبيره مشهوره مثلا بيبقى عليها انواع الفيتامينز ده مثلا بيقوي بيديكي احساس انك تصحي الصبح نشيطه بيطلع بيشيل وجع العظم مش عارف عمرك ما حبيتي ده؟ اطلاقا. بشرب كوبايه عصير برتقال الصبح بعسل ابيض واؤمن بنظريه جدتي. لا انا بعشق بتاع الفيتامين سي وبتاعه الطماطم وبتاع والله وبتاعه الجبنه القريش فيها كالسيوم والجرجير فيه حديد والتفاح فيه حديد والموز فيه بوتاسيوم وما ولا ابلبع اي. وعندي بقول لك علبه من كندا تشتريها. بلاش تشتريها اديها لي هديه ما عنديش مشكله. لا ده انت غلطه جدا. انا بقى عكس اميره. انا من الشخصيات واعتقد ان في كتير جدا من وفي كتير من المصريات اللي بيسمعونا مصريين زي اميره وفي كتير منهم زي اللي هو هواية شراء المكملات الغذائية هواية شراء وتجربة أي شيء حقيقي. ما عنديش أي مشكلة ولا عارفة متأكدة إن هيحصل مشكلة فيما بعد بس أقدر إزاي نبطل إيه الصح إيه الغلط هو ده اللي محتاجين نعرفه. هنناقشه مع ضيوفنا النهاردة الدكتورة مها رداميس أخصائي التغذية العلاجية وخبير علاج السمنة والكابتن رضا عبد المنعم أخصائي اللياقة البدنية والتناول الصحيح للفيتامينات والمكملات الغذائية أو من وجهة نظري اللا تناول. هنفهم منهم طبعا. سؤال الفيسبوك. سؤال الفيسبوك النهارده من وجهه نظرك غالبيه الادويه والفيتامينات والمكملات الغذائيه التي يتناولها المصريين تكون روشتة بي تكون بي بروشتة الطبيب وصفه مجرب نصيحه صيدلي تن 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 تن. اتفضلي جاوبي. وصفه مجرب طبعا هكذب للاسف. انا برضو رايي ان يعني مش الفيتامينات ما اكدبش يعني. يعني انا عايزه اقول ان المصريين قربوا يقرشوا الازاز بناء على وصفه المجرب. لو قرشت ازاز يا حبيبتي هتبقي زي الفل يقوموا سافين الازاز شيء لا يصدقه عقل.
طيب النهارده طبعا الاربع، والشيف محمود منورنا ورجع بالسلامه من المرض اللي هو كان فيه، كان واخد دور برد جامد جدا، فجاي وجاي بقى وكله حماس، ومكافئنا النهارده عامل لنا فته موز موز ضاني، وبيقول يا اميره انا الفته بتاعتي هتكسر الدنيا اطلاقا، لن تقفي قدامي يا اميره. وفي بقى صراع الجبابره دلوقتي، اميره هتدوق الفته بتاعت الشيف محمود وهي اللي هتقرر ان كانت يا شيف محمود. مفيش حد يعمل الفتة زي اللي احنا بنعملها. أيوة. ولا الشيف محمود، سوري سوري، احترامي جدا. اوكي سوري، وانا اشهد لها، ما هو انا برضو اشهد لامير، بس انا برضو بحب الشيف محمود. طب ممكن ما انا بحب الشيف محمود. طب ممكن تجربي وتقولي على الهواء؟ هجرب، وتقولي بس يعني بس قبل ما اجرب اهو بمنتهى الديمقراطيه. ديمقراطيه ديمقراطيه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل النهارده موضوعنا عن الحياه الصح والمكملات الغذائيه اللي بياخدها وبيتناولها المصريين، صح ولا غلط، كله هنعرفه بعد الفاصل. حلقتنا النهارده عن المكملات الغذائيه والفيتامينات وادويه الدايت وادويه اللي موجوده في السوق من غير استشاره الطبيب. هل الادويه دي خطر؟ هل لو اخذناها من غير استشاره الطبيب تاذينا على اللونج ران، يعني تاذي الكبد، تاذي الكلى، تسبب لنا اي امراض؟ هل هي بتجيب فعلا النتيجه اللي مكتوبه على العلبه، ولا هو مجرد كلام بتكتبه الشركات عشان خاطر تبيع في الادويه دي؟ موضوع مهم جدا، والنهارده بيساعدنا فريقنا، فريق الحياه الصح، يكون موجود معانا عشان يجاوبنا على الاسئله الكتيره اللي عندنا. معنا النهارده الدكتوره مهره دميس، اخصائي التغذيه العلاجيه وخبيره علاج السمنه، ومعانا كابتن رضا عبد المنعم، اخصائي اللياقه البدنيه. وكابتن رضا محضر لنا مجموعه من التمرينات ان شاء الله هنشوفها خلال الحلقه. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم دكتوره. ما نبدا عشان بس نحدد مفاهيم، نقول ايه الفرق بين المكملات الغذائيه وبين الفيتامينات؟ يعني ايه ده ويعني ايه ده؟ اولا المكملات الغذائيه دي اللي احنا بنديها للناس اللي عندهم نقص في عناصر معينه، اهمال فيها لغرض ما، يعني مثلا يا اما تساعد الحرق، يا اما تنشط الميتابوليزم بتاعهم. الفيتامينز احنا محتاجينها، الفيتامينات والمعادن بنحتاجهم، لان اللي بيحصل فيهم يا اما بنهمل في اخدهم، يا اما بيبقوا ناقصين نتيجه طريقه التسويه وطريقه الاكل. يعني مثلا عند سن ال 65 بنحتاج لمكملات غذائيه، تمام؟ البنات اللي عندهم دوره كثيفه بنزود عليهم الحديد، الاشخاص النباتيين بنحتاج نزود لهم الحديد والكالسيوم وفيتامين ب وفيتامين د والزنك. فكل فئه عمريه وليها حاجه. الناس اللي بتدخن دول محتاجين فيتامينات ومعادن، وخاصه فيتامين سي اكتر، علشان الجسم بيستهلكه. يعني انت قوليلي الجسم محتاج وليه عشان بيعمل ايه؟ يعني مثلا الناس اللي بتدخن بنعلم ان ننصحهم انهم ياخدوا فيتامين سي بجرعة اكتر. ليه؟ لان اولا فيتامين سي مهم جدا عشان الكبد يقوم وظيفته، بيعلي المناعة بتاعت الجسم. اما بنتعرض لستريس وضغط عصبي الجسم بيستهلك فيتامين سي اكتر. فعشان كده بنحتاج نديهم فيتامين سي، مهم جدا. كوبايه فالفيتامينات والمعادن، مش بس كده، المعادن مهمه عشان عمليات الميتابوليزم، الايت بترفع الميتابوليزم. الدهن، الناس السمان قوي لما يجوا يعملوا ريجيم، تاخدي بالك بعد اسبوع او اتنين تبقى مربوطه في نقطه، لا انا ما بعمل ريجيم، دخت وتعبت وصدعت وسبت الريجيم ومش قادره. ليه؟ لان كل السموم سواء كانت اللي في الجو او اللي في الاكل بتتخزن في طبقه الدهن. اما بنيجي نخس ونستهلك من الدهون ده وتبتدي الدهن يتكسر يطلع السموم دي، فلازم ساعتها ناخد انتي اوكسيدنت عشان يعادل السموم. يا اما تبص تلاقي اللي تعمل ريجيم كده لوحديها بقى وتمنع نفسها وما تاكلش، تحت عينيها اسود وشها دبل. ليه؟ لان السموم دي لما طلعت والخلايا الفري راديكال ابتدت تاثر على حيويات. احنا عايزين نتكلم بالتفصيل، معلش، يعني كل كلام انت قلتيه دي معلومات سريعه هناخدها واحده واحده نتكلم فيها. كابتن رضا هبتدي معاك بقى واحده واحده. اهم حاجه احنا الرياضيين بيبقوا مهتمين بيها وبالذات الشباب الولاد، الامينو اسيدز. والامينو اسيدز انواع وموجود، والامريكاني واللي مش عارفه ايه وايه احسن من ايه. هل الامينو اسيدز تتاخد لاي ولد، لاي شاب عايز يعمل عضلات، ولا لازم مواصفات مخصصه معينه الجسم اللي ياخد الامينو اسيدز؟ هو في الحقيقه لو على الامينو اسيد
تبقى الحكايه قريبه شويه، لكن هو اللي بيحصل ان الناس بتاخد حاجات سواء مشروبات او بينز تابلتس اللي هي حبوب علشان يعملوا حاجتين، هي دي، انه يبقى عنده انرجي او طاقه سواء هو داخل التمرين او سواء هو عاوز زي ما بيقولوا الاولاد يطبقوا يعني يكمل يوم بيوم، او في حفله بيسهروا وبيرقصوا، فهي ده السبب الدافع ان الاولاد ياخدوا الحاجات دي. لا بس هي ايه الحاجات دي بقى؟ بس في مجموعه بتاخد ده عشان تعمل عضلات، يعني انا بتكلم على المجموعه اللي بتعمل ده للتمارين. ما هو عندنا بقى نوعين. اه نوع بياخد زي ما حضرتك بتقولي الامينو او البروتينات او أيوة. وفي نوع تاني بياخد الحاجه اللي احنا بنسميها البري ورك اوت اكسرسايز، اللي هو بياخدها قبل التمرين تحفزه، قبل الحفله تنشطه، قبل الامتحانات عشان تديله انرجي. نتكلم على الاثنين وخطوره الاثنين. خطورتها ان احنا كمصريين بنشرب شاي وقهوه كتير والحاجات دي الدكتوره هتقول مليانه كافيين، وساعات بيبقى فيتامين بي معاها، وساعات كمان يتحط عليها حاجه اسمها الكرياتين. الناس ما بتاخدش بالها ان احنا اوريدي عندنا نقطه ضعف كبيره قوي ان احنا بنشرب شاي وقهوه كتير، فمش محتاجين الكافيين. الحاجه الثانيه لما اجي امرن ولا اجي هايبر في حفله وارقص وكده، بفرز انا ادرينالين وبزود انا دقات قلبي، البالس ريت بيعلى والفلو بتاع البلد سريان الدم ده بيكتر، هنا بتبقى كارثه. ايه بقى هنا بتبقى كارثه؟ خلاص انا ازمه عليت ضغط دم بطريقه خطيره، حطيت الدوز لود على القلب، خلاص الدوز بتاع الكافيين بقى كبير قوي. بس في حقيقه الامر هما بيعملوا عضلات، يعني اللي لما بيعملوا عضلات اللي بياخدوا الامينو اسيدز وكميه عاليه منها جدا، ودي عباره عن بروتينز. فلو الناس دي عندها تعب في الكلى بيخشوا في مشاكل، وكان طالع في فتره من الفترات الجروث هرمون، حضرتك اكيد سمعتها، ياخدوا الحقن. طبعا دي على اللونج ران بري كانسرس، وبتعمل مشاكل صحيه جامده جدا. اذا الامينو اسيد خطر، عشان بس نخلص من الحته دي. الامن فيهم اللي كويس قوي الواي بروتين. اما هو الواي بروتين ده دلوقتي هو بتاخد. هو ده دلوقتي المنتشر. ده عباره عن اللبن لما بنيجي نفصله، اللي هو الكازين والبروتين وشرش اللبن، فده امن جدا، بيساعد كمان بيساعد بيعلي الميتابوليزم وبيزود المناعه بتاعت الجسم، فده من الحاجات ما فيهوش خطوره لا على الكلى ولا على العكس. ده احنا اوقات بنديه كمان في انظمه الاكل. اوكي ده ما فيش. انا بعيده حاسه ان انا واقفه بره الحلقه دي على الرصيف من الناحيه الثانيه. لا 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 مش عارفه بتتكلموا في ايه. ايه الفرق بين المنشطات اللي بياخدها اللعيبه في الاولمبياد والحاجات دي ويستبعدوا من النتائج، وبين ما يسمى المكملات الغذائيه دي؟ المكملات هو حاجه بتبقى عندنا 12 نوع من الامينو، وعندنا انواع تانية بتخش علشان تزود جزيء البروتين اللي جوه العضلات، بيساعدني باخدها سواء قبل التمرين او جوه التمرين علشان لما الجسم يحتاج البروتين يلاقيه جوه الجسم. ده جوه التمرين. ده ال 12 نوع من الامينو. الامينو اللي هم بياخدوها ويتمرنوا بيه. طب المنشطات بقى، المنشطات هي دي اللي احنا قلنا انه حاجات بتخش عباره عن كافيين، وعباره عن فيتامين بي بتركيز عالي، دي اللي بياخدوها في المسابقات، وبعدين يعملوا اختبارات ويستبعدوا لو ثبت انهم يخلوهم بقى مش حاسين بالارهاق ولا بال. لا مش عاوز اقول كده. الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي هتلاقي الدكتوره واخده بالها تمام من الحاجات اللي بتزود الفلو بتاع البلد بطريقه كبيره جدا، او بتزود كرات دم حمراء اللي هي تدي انرجي خطيره جوه الجسم. هي فيها كافيين عالي جدا، والكافيين الكتير ده كمان في منتهى الخطوره على الجسم وعلى الكلى برضو. وهي دي مشكله الحاجات، لانها بتعلي الميتابوليزم جامد جدا، بتعمل لود. يعني مثلا واحد ممكن يخش في ازمه قلبيه، ممكن وهو بيتمرن. لما بناخد الحاجات دي بيبقى فيه ستريس على الجسم، ستريس على الادرينال جلاندز، ستريس على القلب. انا عارف بنسميها الكافيين الكتير زي لو عندك حصان شايل شيله وطالع بيها جبل ومش قادر، فبدل ما تقللي الشيله او تريحيه تضربيه عشان يطلع. طب كثره الامينو اسيدز دي بتعمل فعلا في الكلى حصوات كتيره؟
هي ما هي الامينو اسيد ده اللي هو ايه بالعربي؟ اللي هو الامينيه اللي بياخدوها للعضلات، عارفه هي حاجه بتغذي العضلات يا اميره. وبعدين مشكلتها كمان البص بياخدوا البروتينات دي الاحماض الامينيه، بيلعبوا رياضه جامد جدا وفجاه يبطلوا كله نتيجه امتحان وبيتخنوا، تكون النتيجه بقى زياده في الوزن، اجسامهم بتبوظ، بيبقى شكلهم غريب قوي كمان. يعني انا مجرد ما بكشف مشوه كده ديفورميتد، يعني مجرد ما بكشف عليه بعرف ان هو كان بياخد امينو اسيدز. ليه؟ لان ما بقاش فيه عضلات، بقى كله دهن. كله دهن، ودهن كمان مش منظم، فتلاقي بقى في منطقه صدر ومنطقه جناب ولوف هاندلز وبطن، مفيش عضله. فدي هي كمان البواخر اللي فيها. فدايما الناس المفروض تربط بالاثنين. وبعدين الامينو اسيد انا ممكن اخدها بالاكل، يعني ممكن يستغنوا عنها. يعني مثلا الناس اللي هي مثلا ايه بتلعب رياضه، لو هي عايزه تخس بعد ما تلعب ما تاخد بروتينات، البروتين ده كانها عملت ستارفيشن، مجاعه، فيعلي الحرق عندها، فبتبقى في انظمه غذائيه محطوطه مخصوص مع البروجرام. اوكي، عاوز اوضح بس نقطه كمان عشان اخد تليفون. نتيجه انا ارتباطي بالولاد اللي بيتمرنوا، انه اللي بياخدوا الحاجات دي انه فجاه الطاقه بتاعته بتقع، فجاه يعني هو اخد الحاجات دي لمده ساعه ساعتين. الحاجات دي ليه، امينو ولا المنشطات؟ المنشطات. عشان احنا بنتكلم في حاجتين، فمش عايزين المنشطات. انه فجاه حصل له بريك داون خطير. ليه بيحصل ليه؟ لانه كم الكافيين والكرياتين والادرينالين اللي كان مفروز كله استهلك مره واحده، طف هو مره واحده ما بقاش عنده كنترول على جسمه خالص. ومره واحده ذهنه راح وما بقاش قادر يعمل اي حاجه حتى فيزيكالي. طب بيحسب بتعمل له ايه ساعتها حضرتك؟ بعد ما بتتحرق دي خلاص، كل التركيز اللي كان عالي وكل الفلو بتاع البلاد ده هبط مره واحده. خلاص طيب. ما بقاش فيه. اسمحوا لنا ناخد تليفوناتنا، ومعانا اول تليفون استاذه منى. اهلا وسهلا، اتفضلي. خير مساء النور. اهلا وسهلا يا فندم. خير يا مفيده. مساء النور يا مدام منى. ومدام اميره زيكم. اهلا وسهلا يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. كلكم وانت طيبه. احلى برنامج في الدنيا كلها والله. ميرسي لحضرتك. وانت طيبه يا اميره. عايزه اسال بس الدكتوره مها. اتفضلي. بصي انا قالوا لي بعد الخمسين لازم اخد اللي هو الاوستي كير والسنتريوم سيلفر. ايه بعد 50 تاخد والسنتريوم سيلفر؟ ايوه ما ايوه يا فندم، مع حضرتك. ايه رايك ده صح الكلام ده صح ولا غلط؟ صح يا دكتوره. طب هنجاوب بس ما هنجاوب بعد التليفون. هنجاوب بعد التليفونات. ميرسي مدام منى. معانا مدام سهير. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم. الاساتذه والضيوف الكرام، اميره الجميله، العقل الصاحي، المراه الحديديه، ومفيده الجميله الشقيه، ومنى الجميله البلسم. ربنا يخليك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا حبيبتي. معاكي الدكتوره مها وكابتن رضا. طب استاذنك بقى، هو انا علينا ضغوط قطاع كتير من الناس ومنهم انا، واخده بال حضرتك؟ ايوه. ازاي الدكتوره مها توصف لي ايه عشان الضغوط اللي علينا؟ مشكلتي الايجار الجديد يا استاذه منى، يا استاذه ان الدكتور طارق وفيق امبارح كان بيتكلم، والاخوان الراسماليين اللي حيرجوا الزعيم العظيم اللي عمله للناس الغنيه. مدام سهير انا بستاذن الايجار الجديد القديم. بصي حضرتي معلش، انا عايزه بس مع احترامي حضرتك، انا مش همنع حضرتك بس استاذنك يا استاذه مفيده ثانيه واحده. توصف لي ايه الدكتوره مها؟ من فضلك اسمعي، انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. حضرتك كنت بتتكلمي عن انك عندك مشكله في الدهون، مش كده ولا انا غلطانه؟ ستريس. لا ستريس في الضغوط. في الضغوط غلطانه. في الضغوط. في الضغوط حضرتك بتتكلمي عن الضغوط يا مدام سهير. الضغوط. الضغوط. لا اسمعيني الاول، الايجار القديم. شوفي انا مرتبي بكالوريوس ودبلوم اداره وكان مرتبي 20 جنيه، وكان ايجار الشقه في سان ستيفانو ب 10 جنيه في الوقت ده في سنه 70. دلوقتي الضغوط اللي علينا، الايجار القديم الايجار القديم. طب البطاله، الولاد اللي اتخرجوا ما اشتغلوش. استاذه سهير طبعا عليه. حضرتك بتناقشي مواضيع مهمه جدا، ان كان الايجار القديم ولا محدوديه الدخل ولا البطاله، وهي كلها مشكلات مهمه محتاجه نفتح لها ملفات لوحدها، بس مش موضوع حلقتنا النهارده. بنشكر حضرتك جدا على تواصلك معانا ومتشكرين ليكي جدا. اسمحوا لنا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نرجع لتليفونات حضراتكم ونرد على سؤال استاذه منى. We'll be right back.
بنرجع مرة تانية مع حضراتكم وحلقتنا النهاردة عن المكملات الغذائية والفيتامينات، ناخدهم امتى ما ناخدهمش امتى. وكان السؤال لأميرة. أميرة كنت هتسأل دكتورة مها، أسمع كتير جدا من ستات أو بنات بيعملوا رجيم تقول لك أنا بعمل رجيم لكن باخد فيتامينات، يعني مش عارفة إيه الصبح وإيه بالليل وإيه الظهر. فأنا دايما أقول طب ليه مش جزء من الرجيم إن أنا أخد الفيتامينات اللي أنا محتاجاها جوه الرجيم، من أكل الرجيم، من المواد، من الوجبات، ولا ده مستحيل؟ لا، هو طبعا مفروض ان انا باخد الاكل كامل وهو ده فيه كل فيتامينات والمعادن. في حالات استثنائيه لو ده فيري لو كالوري، سعرات حراريه قليله، فبيضطر يديله مكملات. لو ده كيميكال وفي نقص في اي فيتامين او معادن بنضطر نديله مكملات. لو انا ما باكش اثناء ما انا بدي البروجرام ممكن اكشف على الشخص فلاقي نقص في اي حاجه. يعني مثلا البنات اللي هي مثلا بتعاني من دوره شهريه غزيره فلازم اديها حديد. السيدات بعد سن الخمسين لازم تاخد كالسيوم. الناس اللي بتعاني من لاكتوز انتولرنس ما بتقدرش تشرب اللبن، ده محتاجين فيتامين، محتاجين كالسيوم وفيتامين دي، فلازم ده يتحط. لو هي بتدخن او الشخص بيدخن يبقى محتاج لازم لنوعيات معينه من الاكل عشان تديله فيتامين سي وتزود المناعه. لكن هل ممكن ممكن الاكل نفسه، يعني انا كاي مواطن ياخد الفيتامينات اللي جسمه محتاجها عشان يبقى فريش ويبقى كويس من الاكل بدون حاجه للادويه؟ مفروض الا الحالات اللي هي عندها حاجات مرضيه، الا الحالات بس. الحالة ما بيحصلش. ليه ما بيحصلش؟ ما اعرفش. يعني انا لو انت جيتي قلتي لي النهارده والله مفيده انت تعملي دايت والفيتامينات كلها هتحتاجيها تاخديها من الاكل، انا مش هبقى مقتنعه قوي. لازم احس ان انا معايا حاجه تانية بتدي بوش، بتزود الفيتامينات في جسمي. ده حسب انا الثقافه دي انها ايه يا اميره، يعني ده اللي فيه مشكله. ما انا بشوف بقى ما يحلوها لي. عنده انيميا او بنت كلها فاضل شويه هتتجوز محتاجه الفوليك اسيد، ما ينفعش اللي عندها انيميا. بس اللي عندها انيميا دي عندها مشكله مرضيه. ما هي اللي لو في مشكله بنضطر ندي كويس. لكن في العادي المفروض الانسان يقدر ياكل اكل متوازن ما بين سلطه وما بين فاكهه وما بين كذا، بحيث انه في النهايه ياخد الحاجات اللي عايزها وما يتعرضش بقى لضغط عصبي، ما يكونش مدخن، ما عندنا حاجات كتير قوي. سن معين، لان بعد سن معين بنحتاج برضو لفيتامينات معينه. اثناء النمو بنحتاج لفيتامينات معينه. كل مرحله انا بعتبر ان جسمنا ده امانه في رقبتنا. الاكل اللي ربنا ادهولنا بناكله عشان ناخد احسن وظيفه من وظائف جسمنا. مش بناكل عشان نملى بطننا ولا بناكل عشان بس ان احنا نتمتع، لا، علشان نعيش حياه حلوه. طيب. نوعيه من الحياه. دكتور رضا، انا هاخد من وجهه نظر اميره بس في السؤال ده. هقول والله انا ست باكل اكل هيلثي فود، باكل فيتامين خضار وفاكهه ولحوم صح ومظبطه نفسي، بس انا عايزه جسمي يستفيد من اللي انا باكله. هل استفيد من اللي انا باكله من خلال رياضه، ولا الرياضه ما لهاش علاقه انها تخليني استفيد بالاكل ده؟ النص الثاني للموضوع. اوكي. ده النص الثاني اللي كلنا غالبا بنرفضه، كلنا بنكسر عليه. ما انا سألها من تحت الدرس بصراحه. اللي هو النص ان انا ايه؟ اعلي الميتابوليزم، اعلي، اعمل اكسايتد يور ماسلز، ان انا انبه العضلات، ان انا اشغل العضلات، فاعرف استفيد من اكلي احسن. طب ليه مفيش في ثقافتنا كلنا قصه الرياضه دي؟ عشان ما تربيش. يعني انا عندي انا جايبه مشايه في البيت او في اكتر من كده، بتشمها في الاوضه اهي، كل يوم اعدي عليها اقول بكره هشغلها بكره. انا عارفه ليه ما عندناش، وعندي وقت، ليه ما عندناش ده في ثقافتنا؟ هو في الحقيقه زي ما مدام مفيده قالت، احنا ما تربيناش على الرياضه. ما تربيناش. حاجه تانية للاسف الشديد عند الرياضيين او المدربين، ان احنا ما عرفناش برضو نسوق التمرينات باسلوب سهل اللي في البيت يعمله واللي في شغله يعمله، ومش محتاج ان انا صعب الاشكال. هو ده. هل تفتكر لان المدارس ما عادش فيها رياضه ولا حصص العاب ولا مسابقات كان زمان واحنا اطفال، فهل غياب الرياضه من المدارس خلاها بقت جزء مش جزء من الطقوس الرياضيه؟ ثانيه واحده، احنا واحنا صغيرين كان في رياضه في المدرسه. بعدين بطلت. سيبك بقى، هل احنا جيل بننزل الجيم؟ ما هي بطلت ولا ايه؟ على الكل. لا، عشان احنا اولا ما تربناش بالظبط، والحاجه الثانيه احنا كرياضيين ما سوقناش صح.
هي دي متهيألي اهم حاجه. لان في ناس اما يجي يعمل لك رياضه يوريك ان هو انت تبذلي مجهود وتنزلي وتلبسي وحاجات مخصوصه، ما تخليها عمليه يعني جزء. وفي ناس اغلب الناس لاقي وقتها محدود، الوقت اللي فاضي عندنا محدود، والسواقه وهركب عربيتي وهطلع فين، وبعدين كل الجيمز الكلام اللي بيتقال كمان على الرياضه جوه عماره او في الدور اللي في سطح عماره او ومعمولين في حتت حيويه جدا، طب اركن فين عشان اروح اقعد سنه كل ما اشوف كابتن رضا اقول له عايز اعمل تمرينات يقول لي خلاص كلميني، اقول له ان شاء الله. لا بس كابتن رضا الحق يتقال، يعني انت بتقول رياضه انا بتعجبني جدا، لان حاجه وانت قاعد على المكتب وانت قاعد ممكن تعمل. بس قبل ما ناخدهم ناخد التليفونات اللي معانا. معانا اماني، اهلا وسهلا استاذ اماني، اتفضلي. اماني الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي حضراتكم، عاملين ايه، كل سنه طيبين بالسنه الجديده. انت طيبه روحي. اماني عندك سؤال؟ انا دكتوره في كليه الصيدله، وكنت يهمني قوي اقول رايي في الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه. اتفضلي. بصي حضرتك، كليه الصيدله هي الكليه الوحيده اللي بتدرس علم الادويه والسموم للطلبه من سنه اولى لسنه خمسه. فالصيدلي هو اقدر واحد على وصف الادويه، زائد ان في ادويه بنسميها اوتو سي او اوفر ذا كونتر اللي هي بنصرفها من غير روشته، دي من ضمنها المكملات الغذائيه اللي حضرتك بتقوليها. الصيدلي بيبقى دارس الدراج دراج انتر اكشن او تفاعلات الادويه مع بعضها، تفاعلات الادويه مع الاطعمه، لكن الصيدلي ما يشخص. لكن ما نقدرش نقول ان الصيدلي لو هو اللي وصف المكملات الغذائيه يبقى غلط، بل بالعكس ده هو الادق، لان الطبيب بيعرف الادويه عن طريق مندوب الطب اللي بيروح يزوره في العياده، وليس عن طريق الدراسه المستفيضه زي اللي بيتعامل لها. طيب انا عايزه اماني، الدكتور عايزه ترد عليك. عايزه اتكلمك. مع احترامي طبعا لرايك وكلامك صح طبعا، لان الصيدلي دكتور ودارس ما كشفش على العيان، وهي دي المشكله. ان انا مثلا بيجي لي ناس عايزه تدخن تروح للصيدلي يديها كورتيزون ويديها هرمونز، ناس مثلا عايزه تخس ثانيه واحده يبص تلاقيها مديها ادويه ده تسد النفس ده مش عارفه ايه، وهي مثلا عندها غده درقيه. انا جات لي واحده اخذت الدواء من الصيدلي لما راحت البيت وقعت من طولها. ليه؟ لان عندها ضغط عالي واداها دواء يسد النفس، لان هو اللي بيفهم في الدواء من غير ما يكشف عليها. هو الصيدلي على انه راس طبعا دكتور ودارس، بس اللي بيشخص الدكتور واللي بيكشف الدكتور واللي يوصف الدواء الدكتور. بس دكتوره مها، هي بتتكلم عن المكملات الغذائيه. حتى لو اللي هي اوفر ذا كاونتر اللي بتتاخد، وحتى في امريكا الفيتامينات اللي هي فيري سيف تمام. طيب. أماني وكتير جدا، تبص لاقيه كاتب لك ايه، ارجعي للدكتور. أيوة كتير جدا في كل الادويه، لان لو انا خدت اوفر دوز من اي دواء هيحصل لي توكسيسيتي. علي صوتك اماني، علي صوتك اماني، وطي التلفزيون واسمعينا من السماعه. اوكي انا بقول للدكتوره مها، هل الدكتوره مها ما جالهاش برضو مريضه كتب لها طبيب بشري دواء غلط؟ يعني ان الصيدلي يغلط مش معناها ان الصيدلي مش دارس. لا بصي اماني، انا الناس مش تجارب يا دكتوره. اذا كنت انا فهمت كلام الدكتوره مها، بعد اذنك يا اماني، الدكتوره مها ما بتقولش ان جالها حد الصيدلي اداله دواء غلط او صح، هي بتقول ان منهج اعطاء الادويه بلا كشف على المريض منهج خاطئ، وان مش وظيفه الصيدلي انه يكشف على المريض. احنا بنشكرك يا اماني. ومعانا كهرمانة. الو الو ايوه كهرمانة. ايوه اهلا وسهلا. انا بحضرتك، انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين والناس بتراس السنه الاول. وانت طيبه حبيبتي وحلوه قوي، قصتك مفيده. سي ربنا يخليكي، حاجه تغير من المود. بالظبط. انا بس كنت عايزه اكلم دكتوره مها بعد اذنكم. ايه مع حضرتك، اتفضلي. دكتوره مها زي حضرتك، كل سنه وانت طيبه. طيبه يا روح. انا بس عندي مشكله ان انا بعمل دايت باستمرار ومش بخس، والموضوع ده مسبب لي ازمه، لان انا اتخنت فجاه وبعد الولاده وكده. وكمان انا كنت قبل ما اتجوز لما كنت بوصل مثلا لوزن مش عاجبني كنت باخد ادويه مش موجوده دلوقتي في السوق، هي اتسحبت للاسف. كانت بتعتمد على سد النفس، ويعني قالوا لي ان هي غلط وكده، وطلعت ان هي بتعمل مشاكل في المخ وكده. فللاسف ان انا ما بعرفش اعمل دايت،
ولما بعمل الدايت لازم الخبطه، ده اساسي يعني. ليه؟ يا ويلكم يا ويلكم يا ويلكم والله. يعني حضرتك عارفه الاكل مشعار يعني بقعد اقول ايه، طب هاخد حته صغيره وخلاص، لا ما اخدش حته صغيره اروح دايسه ومبوظه اليوم. بس فانا عايزه اعرف ايه الحاجه اللي تعلي الحرق عندي، وانا الرياضه الوحيده اللي بعملها اللي هي الرقص، يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها، ما اقدرش انزل الجيم او اعمل اي والله مية مية. احسن رياضة. اه لما بتحسن المود كمان. بشكرك يا كهرباء. ممكن نرد سريعا على هي طبعا مشكلة ان احنا لما نيجي نعمل رجيم القطمة واللقمة، وخاصة لو في خلل في كمية افراز الانسولين اللي بيفرزها الجسم. فمثلا الناس اللي هي بتبتدي يومها بانها تاخد كرواسون باتية حتة كيكة من نفسها، دي بيبتدي جسمها اول يوم كده يبتدي يفرز انسولين. اما افرز انسولين الطبيعي لو انا في خلل في جسمي هتنزل كميه كبيره جدا، فهتكون النتيجه ان انا طول اليوم جعانه طول اليوم بلخبط. عشان كده على الاقل اول اسبوعين مهم جدا ناخد بالنا من كل قطمه. دي حاجه. الحاجات اللي تخليها تلخبط كمان وما تقدريش تمشي على الرجيم، لو الرجيم ده مش مناسب لجسمك، لو ما بيدكيش الفيتامينات والمعادن اللي الجسم عايزها عشان تعلي الميتابوليزم، المينرالز المعادن دي مهمه جدا، هي دي بترفع الميتابوليزم. لو انت ماشي على لو كالوري سعرات حراريه قليله، او الناس اللي بتتبع رجيم الوجبه الواحده وتقعد طول اليوم ما تاكلش في انتظار انها تاكل اخر اليوم وجبه، ده اخطر حاجه. طبعا ده بيقلل الحرق، بيعمل شراهه على التخزين، نوعيات معينه من الاكل الواحد في الاخر ياكلها ويبقى مش حاسبها. فكل ده يعمل خلل في نظام الحرق، ما يخليكيش تقدري تمشي على الرجيم. لازم تنظمي وجباتك. هايلة دكتوره الرأس. ان هي كانت بترقص. اه ده هايل، ده بيرفع، بيحسن المود كمان. ايه بيعمل ايه في الجسم؟ هو حاجه بنسميها ايروبيك اكسرسايز او كارديوفاسكولار، الحاجه اللي مستمره زي ما بتيجي تمشي حضرتك بالظبط، بس زياده عليه الكوردينيشن، في توافق، في بالانس، في حيويه، في حركه كبيره قوي. فانا مثلا اللعيبه عندي في التنس ارقص بدل ما تجري نص ساعه دمها تقيل ارقصها. هل فعلا مع الرقص كل عضلات الجسم تتحرك؟ طبعا كل العضلات. بيديني بالانس، بيديني كوردينيشن، توافق لكل جسمي، بيديني انبساط كمان. ايوه، عشان بيخلي المخ يفرز. وبعدين بيديني الحاجه الاساسيه كعلم عندنا، ادينا الكارديوفاسكولار، التحمل او الجري. بدل ما اجري حضرتك على التريد ميل او اقول لك روحي التراك اعملي 15 دقيقه، ارقصي 15 دقيقه، متشكرين جدا، خدتي ثلاث اضعاف الجري. ممكن ارقص وانا واقفه؟ طبعا. تفضلي زي ما انت عايزه، مش زي الرقصات بقى يقعدوا يلفوا كده وبتاع. مش ايدك. انا عايز بسال، انا عايز اسهلها. انا بسال يعني، انا ما بعملش حاجه. انا عايز اسهل، مش لازم ارقص صح. ايوه. اعمل اي حركه. شعوذه شعوذه. اي حركه كتير جدا. لما اجي اقول مثلا لواحده ايه ترقصي، اقول لها رقصي، تقول لي بس انا بعرفش ارقص، ما حدش هيشوفك، اقفلي عليكي ببوده واعملي اي حاجه. شعوذه. ومش عايزها تعرف. انا مش عايزها، بس تتحرك يعني. انا كل هدفي اتحركي حضرتك وانبسطي وطلعي عرق بس. متشكرين جدا كابتن ندى. ممكن هنطلع الفاصل، بعد الفاصل انت عندك تمارين لينا، مجموعتين التمارين عايزين نتفرج عليهم. حاضر. خلاص بقى، وتقول لنا ايه نزلت الرقص بسطتني بصراحه. خلاص بسطت اميره مراني يعني. جربت الفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع التمرينات اللي محضرها لينا كابتن ندى. رجعنا لكم مرة تانية، وقبل الفاصل كنا متفقين مع كابتن رضا عشان يورينا بعض التمارين المهمة اللي تساعدنا على الخسسان او على وعلى الحرق. الحرق وعلى الاستفادة. اي حاجة ساعدنا باي حاجة، ربنا يكرمك يا رب. يعني اي حاجة هنعمل برضو بنفس البساطة اللي احنا بنشتغل بيها. ببقى دايما مركز على انه الناس اللي قاعدة تعمل ايه. طيب. بدل المشي وبدل ما نروح ونيجي انا ببقى ساند على الكرسي. طيب. وبصوا برفع رجلي ازاي وامسك. دي ايه فايدتها دي يا كابتن رضا؟ لما هعمل دي تكرار 10 مرات مرتين ثلاثه في اليوم كاني عملت كارديو، كاني مشيت ورحت وجيت، مش عاوز اكتر من كده. يعني انا لو رفعت كده 10 كده ابقى كاني رحت وجيت كده. مشيت اهو، مش عايز اكتر من كده. ايوه. تشد لي ايه بقى في الموضوع ده؟ ما اقدرش اقول تشد، لكن ايه الاكتر من هي حركتني. حركتني من القعده. التيبس اللي احنا فيه حركتني من القعده. وبعدين هعمل بيها بقى تمرينات. بصوا خدت رجل واحده ازاي ويا دوبك تنيت اللي قدامانيه. تمام. عملت تمرينات لكل سمانه رجليه. تاني اهو انا واقف سندت على الكرسي وخدتها على خط واحد وتنيت الركبه القدامانيه بس. بس شغلت كل رجليه من تحت.
عارف ايه المشكله؟ اننا بننسى الحاجات دي. احنا عايزين سي دي ولا حاجه نبقى نشغلها ونعمل بيها، لان بننسى فعلا. ما هو لو اي حد سجل الجزء بتاع الخمس دقايق ده على الفيسبوك وموجود بينزل ان شاء الله. على فكره المفروض ان الادمن بتاعتنا على الفيسبوك تفصل الجزء ده لوحده. هنعمله. انت كويس قلتي فكره عشان نجيب الحاجات دي ونذاكرها لان بننسى. هنعمل حاجه. واسمح لي ان احنا ان شاء الله يعني يومين كده ادونا كل حلقه، كل الحلقات اللي كان معانا فيها كابتن رضا هنحطها لكم على الفيسبوك ككورس رياضي كده يعني للاستفاده من ال. طيب طولت انا العضلات الخلفيه بتاعه سمانه رجلي هقويها، حطيت رجل ورا رجل وسند اهو طلعت ونزلت. حاجة سهلة قوي برضه. دي قوي بقى المجموعة دي كلها. احنا عايزين حاجة للفخاد. سهلة قوي واحنا هنا اهو. فخدة رجلينا عندها ترهلات. اهو بس كده شديت الفخد. متهيألي مفيش اسهل من كده بس. وانا ساندة على الكرسي. بس اهو. لا تقعي، اوعي تتشقي لا تقعي. كده خد الفخد الامامي. خلاص؟ عاوز بقى الخلفي. اهو من هنا اديني تانيت رجليا وفردت. بصوا بس بالفردة بقت فين؟ هعمل بالرجل التانية اهو. اهي والفرده بقت ورا اهي. تنزلي على زاويه مفتوحه. بس عشان اشد العضلات خدت الفخذ الخلفي. طيب عاوز اخد من فوق، سهل جدا اهو. وبس رجعت تاني يعني خدت باكوردز. خدت خطوه بس لورا اهو. ده يساعدنا لل لدول اهو. بدات شغلت دول اهو. والله العظيم لازم الفقرات دي تبقى لوحدها. على كل ده انا عامله علشان احنا بنقعد كتير ما بنتحركش. لو انا عملت التلات تمرين، هم دول اربعه بالظبط، لو عملت الاربع تمرين دول كل نص ساعه. طب كابتن رضا ممكن سريعا تعملهم لنا ورا بعض تاني؟ كل نص ساعه ده الجري بتاعي. اوكي وانا ساند، ومهم قوي ان انا اسند. اوكي وده رجليا من تحت اطاله للعضله. وده اقوي العضله. حاجات سهله جدا. وده الفخذ من قدام اهو. وده الفخذ من ورا اهو. اتني وافرد. بنشكرك يا كابتن. والله مشكله في الواعز. اتفضل. ان عايزين الواعز يبقى قوي. لان النهار خش سيستم في حياتنا. بالظبط كده، هي دي المشكله. وده على فكره لو عودنا اولادنا، يعني دايما تلاقي البنت بتقلد مامتها، الولد بيقلد باباه، لو الشخص الكبير بقى مثل وقود. لو انت لعبتي رياضه تلاقي بنتك بتقلد. مين ده؟ مين يا دكتوره؟ ما العيال لابسين السماعات. بتتكلم عليهم هي. والله العظيم والله العظيم بيبقى ماسكين السماعات وماسكين الايباد او الكمبيوتر. وانده وانده ولا كان حد سامع. بتتكلم على عروس عندها 15 سنه. احنا بنتكلم على البيبيهات. ما فيش حد اهو. مين؟ طب انا مستعده ام من الامهات بيتفرجوا علينا تقدر تعمل كنترول لابنها او بنتها اللي عندها 7 سنين ومستنيين تليفوناتك. خدي التليفون. ناخد التليفون. اميره الو. الو. ايوه يا اميره مساء الخير. علي الصوت. ايه يا اميره علي صوتك. اوكي بعد اذن حضرتك كنت عايزه اقول حاجه ليها علاقه بالدكاتره والطب وكده. اتفضلي. انا ابني عنده 3 سنين، صحته كويسه قوي، بس هو بيلعب في حاجه كده مدوره جوه اللعبه نفسها دخلت في بقه بلعها. فانا دلوقتي الطفل راح بابا اخده بسرعه للدكتور، قال له لازم توديه دلوقتي على القصر العيني. عشان ايه؟ عشان يعملوا له منظار بسرعه ويخرجوا له الحاجه دي. رحنا على القصر العيني قالوا لنا لا اصل ما فيش مكان رعايه، روح على الفرنساوي. رحنا على الفرنساوي قال لنا ما بنقبلش اطفال. رحنا مستشفى الندى، رحنا يعني كذا مستشفى. اخر حاجه رحنا كيدز اللي في المهندسين، راحوا قالوا لنا اصل الدكتور مش موجود. من الساعه 10 للساعه 2 عمالين نلف على المستشفيات، والولد تعبان مش قادر يتنفس لانها موجوده على الرئه ما بلحقهاش. فبس في مستشفى كيدز في المهندسين الدكتور قال لا انا اصلي مش هقدر اجي. قعدوا كده يحاولوا يخرجوها له الممرضين الممرضات هناك وكده لحد ما موتوا الطفل. حد ايه؟ مات عشان الاهمال، والدكتور ما قدرش يجي اصلا ولا في اصلا اي حاجه. بقى لله يا اميره. ما عندنا يعني مش عارف اقول لك. اتمنى انه ملف الاهمال الطبي ده في لحظه ما من اللحظات يتقفل في مصر. انت صدمتيني. اتمنى انه الدكاتره مساله ضمير. لما يبقى في مريض ما ينفعش الدكتور يقول مش فاضي اجي، او اللي مش فاضي يجي ما يبقاش دكتور. وما ينفعش المستشفيات ترفض المرضى. انا لسه في بنت قريبتي عروسه ماتت الاسبوع اللي فات.
لانه في ثلاث مستشفيات مردوش يستقبلوها، ولما وصلت القصر العيني اترمت في الكوريدور ثلاث ساعات على ما دخلوها الانتنسف كير وماتت. واهلها طلبوا مني قالوا لي من فضلك افتحي الموضوع في الحلقه عندك، فقلت لهم مش هينفع. لكن بمناسبه الحوار المؤسف جدا اللي بتقوله أميرة البقال، اتمنى ان ملف الاهمال الطبي ده، في حد بجد في مصر يبقى عنده دم؟ في حد بجد يبقى عنده دم ويراعي ان الناس اللي بتروح المستشفيات لا راح تهزر ولا تلعب، وان عندها مشكله خطيره مش بس كده، ان ارواحهم في ايديهم، ان هي ان احنا طفل كان بيلعب بلعبه يعني في الاخر خالص، لا هو مريض ولا هو رايح عنده حاجه، ده هو كان بيلعب لعبه وحاجه دخلت في زوره في الاخر النهايه ان هو يموت لان دكتور ولا ممرضه حاولت يعني حاجه مضحكه في غياب دكتور. اميره يعني كلها على بعضها مضحكه. اميره يعني للاسف الشديد مش عارفين نقول لك ايه غير انه كلنا بين ايدين الله وربنا اللي رايده بيكون. إيمان، لكن على التليفون القصه العامه محتاجه نظر بجد يعني. ايمان، اهلا وسهلا حبيبتي، اتفضلي. الو، اهلا ايمان، اتفضلي. الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام يا ايمان، اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايزه بس اعرف، انا ايمان وطي لو سمحت، انا كنت باخد سكر دايت وبعمل رجيم وبلعب تمرينات رياضيه كتير وخسيت، بس انا عندي 12 سنه فباخد السكر الدايت والمكرونه الدايت وانا لسه ما جاتليش البيريت، فالحاجات دي فيها خطوره عليا؟ اوكي يا ايمان. وانت اصلا مليانه ايمان؟ ايمان انت وزنك قد ايه؟ خطط. طيب هي ما فيهاش خطوره، بالعكس، اولا المكرونه الدايت دي الحبوب الكامله ودي احسن حاجه. اه بس هي اتكلمت عن السكر الدايت. السكر دايت كل الابحاث اثبتت ما فيش منه اي ضرر، ودلوقتي في سكر خالي من الاسبرتام كمان. طب انا عايز تكمله بقى لسؤال ايمان، في السوق اكلات كتير قوي واكل كتير جدا مكتوب خالي من السكر، خالي من الدهون، هيلثي فود، هل ده فعلا ولا هما بيضحكوا علينا؟ لا لا، ولا وفي نسبه قد ايه وبتساعدنا بجد ولا لا؟ بيبقى مكتوب عليه في ليبل مكتوب عليه المكونات، ودي بتتابعه وزاره الصحه، فبيبقى طبعا لازم يبقى يعني الزبادي مثلا خالي من الدهون. آه ده حقيقي فعلا. هي مش المشكله في كده، المشكله ان في نوعيات، يعني انا مثلا ايه، في انواع من البسكوتات ومن الشوكولاتات تبص تلاقي ايه خالي من السكر. آه. بس ما هو في دهون زيوت نباتيه مهدرجه واللي هي في منتهى الخطوره وسعراتها الحراريه عاليه، تلاقيها مثلا فيها نسبه فيها معمول داخل فيها دي فبتجوع. الناس اللي بتمشي على اللوك السعرات الحراريه تقول لك انا عايزه امشي على سعرات حراريه، لان يعني طول النهار بره فتاكل الحاجات دي، تكون النتيجه ايه بقى؟ انها بتاخد سعرات فارغه ما بتديهاش طاقه، بتجوع لانها بتخلي الجسم يفرز كميه عاليه من الانسولين لان كلها حاجات نشويات وحاجات سكريات، فتكون نتيجه انها بعد شويه تلاقي نفسها ايه تعبانه همدانه مفيش طاقه جعانه طول الوقت، فتبص لها غصب عنها بقى كسرت الرجيم. اسمحوا لنا بعد الفاصل نرجع مع التمارين الثانيه للكابتن رضا، بس نطلع للفاصل. بنرجع مرة تانية مع حضراتكم، وقبل ما ناخد اسئلتكم على الفيسبوك اسمحوا لنا ان احنا ناخد اخر تمرين لكابتن رضا. كان كابتن رضا واحنا قاعدين ممكن اعمله يعني يا دوبك وقفه صغيره بس. طب يلا سريعا هنعمل بقى للجزء العلوي. بصوا ايديا ممسوكه ازاي. ها ده عشان بس يشغل كده. الحته آه. دي كده اهم حاجه اهو كده طلعتها فوق. ما تطلعش يا بابا. التمرين ده مهم قوي لان كل ستيب بيطلع عليها، كل ما طلعت فوق كل ما اشتغلت على الجزء ده كده. بصوا انا فين اهو، يشد لي هنا. وبعدين ده كده بستنى شويه. بصوا بقى هعمل جنابي، بص هروح ازاي، سهل قوي. ده عشان اللاف هاندلز. وبعدين دول احنا بنسميهم الترانك او الجنب. ايه اللي عامل الكرش؟ الكرش يختفي ازاي؟ الكرش من هنا بس اتمدد لفوق اكتر، اخد ارفع الحجاب الحاجز واهو اشد كل العضلات دي. لكن انا عاوز اكمل دول ان هم اهو، ادي ايديا طلعت فوق واستنيت وعلى الجنبين. اوكي بصوا هاخد ظهري بقى، بصوا تنيت ركبي سنة صغيرة، وبصوا ايديا فين؟ يبقى انا عندي ركبتين هنا متنين سنة صغيرة، وادي ايديا بالطريقة بتاعتنا وهي خدت كل ظهري. طيب تعالوا بقى نزود حاجة تانية للصدر، بصوا ايديا
ورجعتها لورا اهو من الجنب، شغلت صدري، يبقى انا خدت كل الجزء العلوي بثلاث اربع تمارين. هسأل سؤال. اتفضلي. لما الواحد يعمل كده كده ويرفع ايديه كده تبص تلاقي بعد ثانيه الحته دي زي ما يكون حد هو ده كهربها. وجع فظيع في اول دقايق كده. فلسفه الرياضه ان انا excited your muscles، اثير العضله. ايه الفلسفه؟ طب هتوجعني النهارده وبكره هتستريح؟ في الاول ان الجسم بيفرز حاجه اسمها لاكتيك اسيد بتعمل التعب. دي بعديها بيومين بتروح. انا بسال يعني كده عشان بس لما حد يقول بتوجعني نقول عادي ما هي هتبطل توجع. لان هو هتشد لحظه وبعد كده الجسم يعمل ريكفر اللي هي استعاده الشفاء للشد ده وتبدا العضله تاخد شكل. كابتن رضا انا عندي سؤال شخصي. يعني بما ان احنا بتمانين قبل ما سؤال اميره. كتير مننا واحنا بالذات عندنا مشكله في اللغط قبل ما يبتدي في تمارين معينه. في صديقه ليا قالت لي في تمارين اقدر اعملها ده سهل قوي مع الوقت تضيع ده. ممكن سهل قوي. تقول لنا عندي مجموعتين. ادي مجموعه ان انا الفك ده يطلع لقدام. اوكي. يعني سناني اللي تحت تبقى فوق. اوكي. دي شدتها صح؟ ده هي شدت الحته دي. سهله جدا. اوكي. حاجه تانية هثبت ايديا هنا. طبعًا. وبص هطلع ازاي. بس كده. ده تشي اهو. ايوه ده مهم جدا. ده ثبت ايديا ويا دوبك طلعت. على فكره القلب جي بيشيلها بقى اسهل للناس اللي ما بيقدروش يعملوا اي رياضه. انا قلت بقى انا عايزه دي في حاجه طبعا القلب جي. انت عارف انا على طول حاجه سهله الرياضه اللي بتعملها. بالعكس انا معجبه بيها جدا جدا وعندي كل الناس معجبين بحضرتك لانك فعلا هايل وكفايه ان هي في مكاننا. يعني انا بقعد اعملها وانا قاعده في المكتب. بس انا بعمل التمارين دي في العربيه وانا بس ايه تكمله ليك عشان ما يضيعش بقى. يعني اللي يعمل اللي انت التمارين دي تكمله ياخد باله من اكله ما تبقاش بقى طول النهار التمارين دي طول ما هي ما جابتش نتيجه وتلغ كل حاجه حلوه وتلغ. دي مهمه يعني الاثنين بيمشوا مع بعض يبقى احسن. طيب سؤالنا بقى امير. طيب احنا دلوقتي معانا مجموعه من اسئله اصدقائنا على صفحتنا في الفيسبوك. هنبتدي بسؤال سيلين صالح. مش هنقدر طبعا للاسف الشديد نستعرض كل الاسئله بتاعت الصفحه لكن خدنا مجموعه منهم. معانا سيلين صالح. سيلين صالح بتقول يا دكتوره وزني 94 كيلو بعمل دايت لكن هل الكاكاو الخام مع لبن خالي الدسم مع سكر دايت كمشروب في الشتاء غلط؟ وايه انواع المشروبات الساخنه المتاحه للرجيم؟ وهل الكورن فليكس بتاع الدايت بيجيب فايده؟ هي سيلين عامله لنا حلوه قوي. قول يا دكتوره. اولا طبعا بالعكس الكاكاو مفيد جدا ومعاه كوبايه بس دي تعتبر وجبه لان كوبايه لبن خالي الدسم دي يعني كانها خدت زبديايه وفاكهه وكاكاو خام. تمام. فممكن تاخدها عادي جدا الصبحيه دي مفيده جدا. بس دي وجبه هي معتبره غالبا فهمها مشروب تشربه كده. لا لان كوبايه اللبن دي بتدي سعرات حوالي 125 سعر. الكورن فليكس غير مره واحده. تقولك وجبه كانها اكلت وجبه كناخد. ولو خدتها مش طول النهار نفضل ناخد. يعني لو هتاخدها سناك تاخدها مره واحده لان برده الكافيين الكتير مش حلو. اللي بالنسبه للكورن فليكس بتاع الدايت ده كله الياف فبيبقى ملين فحلو جدا. يعني دايما بنوصفه كوبايه لبن منزوع الدسم وفنجان كورن فليكس بتبقى مفيد جدا لانه بيلين وكله الياف. طب ده كم مره في اليوم تاخدها كوجبه؟ ما هي وجبه عشاء. وجبه يا مفيده زي في ناس تمشي على رجيم وسبعه. ايوه احنا بنحب نتسلى الشتاء. احب التسليه القمح مفيد. حرقان خص. بص حضرتك كل سعر حراري زياده بناخده بيتحول لدهن ويتخزن. الجسم ما يعرفش ان في حاجه الا لو بتعملي الرياضه. بحب انقنق طول الشتاء. ما فيش فلفل احمر. الفلفل الاحمر الخيار الخضار شوربه الخضار دايما انسى. شوربه الطماطم بتعالي الحرق كلها فوائد. فلو جبنا الطماطم عصرناها ومعاها بصلايه وغليت على نار وخدتيها شربتيها بين الوجبات هتملى هتشعر بالشبع كلها انتي اوكسيدنت وسعراتها قليله جدا. لو جبتي خرشوف وسلقتيه وعصرتي عليه ليمون ده كله الياف سعراته حرق فارغه. انا بحب بيدي احساس بالشبع. الكوسه ومعاها الكرفس. الشمس هايل. فدي حاجات اللي ممكن تاخديها بقى في فصل الشتاء بين الوجبات تملى وسعرات حراريه. طب في ناس بيسالوا على البسكوت الدايت ممكن ناكله الصبح؟ البسكوت اللي هو اللايت لو قلنا ان انت تمشي على نظام وتاخدي بسكوتايه واحده. البسكوتايه واحده تعمل ايه مثلا؟ انا هديكي مثلا بسكوتايه الواحده. ايوه شايف لنا الدايت ب 100 سعر كويس. 100 في 30 يوم ب 3000 سعر. اخر الشهر هتزيدي نص كيلو.
اخر السنه هتزيدي 6 كيلو. ده غير ان انت لما بتاخدي ايوه ما انا بقول لها يا سلمى دي بتاكل الباكو وتقول لك شاي بلبن. انا نفس السؤال اللي انا سالته، انا مستحيل هاكل في سكر في البسكوت بتاع الدايت ده تمام. واحده والله امبارح انا هقول بخمسه بالظبط. ليه بقى؟ لان السكر اللي فيه اللي هو اللي ما بيديش اشاره للمخ ان انت كلتي، فبالتالي انت ممكن تفتحي الباكو وتخلصيه وانت قاعده تفتح نفسها. يا دكتوره امبارح واحنا يعني قاعدين قبل البرنامج جابوا باكو بسكوت من ده فريق الاعداد اول امبارح وقال لك ايه يلا كده وراح فارمينه وهم قاعدين ويتخيل الناس اللي بسكوت لايت بيتخن بطلوا بتاعته هتلاقي فيه زيت هتلاقي فيه زيوت مهدرجه، هتلاقي فيه نسبه من الديت من الزيت سعرات. ما انا بقول لك لو هو بيدي 100 سعر اخر الشهر هتزيدي نص كيلو. طيب. كابتن رضا، نادية سعيد من الفيسبوك صديقتنا بتقول نادية سعد بتقول ايه علاقة الكوارع بالعظم؟ يعني انا لما اكل كوارع كتير عظمي يبقى احسن؟ ها الكوارع عشان فيها كولاجين كتير. مش عارفة هي بتسأل يعني ايه الكوارع بالعظم يعني هي واضح ان الكوارع مفيدة للعظم. الكوارع مفيدة للعظم بتغذي العظم. اشمعنى العظم يعني؟ هي بتسأل احنا لا هي كنوع من البروتين. هي الكوارع مفيده بس مش للعظم، كنوع من البروتين لكل الجسم مش للعظم. الحاجات اللي هي مفيده للعظم الحاجات اللي غنيه بالكالسيوم. اوكي الحاجات بس هو في حاجه بالمغنيسيوم في حاجه الكالسيوم مش هيمتص كويس في الجسم الا مع التمرينات وبالذات التمرينات فيها سترينث. طب انا عايزه اطلب منك حاجه دكتور رضا والنبي احنا اكلنا اكله جامده وعارفين ان احنا اللي اتدخلنا في الدايت. ادينا سريعا تمرين نعمله يرضي ضميرنا ان احتمال يحرق الاكل ده. يرضي ضميرنا مش شرط يحرقه لكن يرضيه ربع ساعه راس. لا يا اميره بقى ما انت صعبهاش علي والله العظيم ربع ساعه راس. راس جامد بقى انا هقول لكم على راس بزمه يعني هقول لكم على راسه خفيفه قوي راسه خفيفه قوي. بص اهو اهي واحد بس كده اهو مش عاوز اكتر من كده. ده لما تبقي واكله بسكوت دايت كمان بيعمل اكل تقيل قوي مش ده الراس. طب في تمارين سؤال تاني في تمارين تهضم اكلت اكله تقيله كوارع وكبست على نفسي؟ لا هو اللي بيحصل ان انا لما باكل كل اهتمام الجسم بكل الدم رايح علشان يعمل عمليه الهضم دي. اعمل انا ايه بقى؟ انا لو اتمرنت انا الـ 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 الوضع الطبيعي ان انا ارجع طبعا الوضع الطبيعي ان انا ارجع فبقعد من ساعتين لساعتين ونص مش من حق اتمرن يعني بس خلاص كده الاكل اتهضم ودخل وخلاص. يبقى المواطن الصالح ما يلغش ويقول عايز اريح ضميري. كلنا مش مواطنين صالحين خلاص. بعد ما بناكل وجبه دسمه اصل لازم هناكل مش هنحرم نفسنا بس ما اكلنا وجبه دسمه الدنيا ما تهدتش ده طبيعي. الوجبه اللي بعديها ناخد بالنا منها انها تبقى حاجه بتعالي الحرق. ممكن ناخد زبادي وفاكهه، ممكن ناخد زبادي وعليه ليمون، عليه خل التفاح، سلطه الزبادي. يعني الوجبه اللي بعديها نبقى عاملين حسابنا ان في سعرات متخزنه احنا بنحاول نستهلكها. انا عايز اقول لك حاجه، النهارده مطبخنا يعني الشيف محمود عامل لنا فتت موز ضاني يعني خفيفه خالص يعني نقعد ساعتين. في حاجه عندنا في الرياضه بنقول الحاجه اللي اتعملت دي ناكل خلاص بقى. اللي جاي ايه؟ مش مهم اللي جاي دلوقتي بقى كل زبادي بقى كل بالهنا والشفا كل الفته وبعدين كل زبادي سلطه زبادي بالليمون تهدي وربع ساعه راس يبقى هنعمل الاكله دي وربع ساعه راس. نشكر حضراتكم وسؤالنا النهارده على الفيسبوك من وجهه نظرك غالبيه الادويه والفيتامينات والمكملات الغذائيه التي يتناولها المصريين بتكون بايه؟ 8% قالوا روشته طبي او روشته الدكتور يعني، 77% قالوا وصفه مجرب، و15% قالوا نصيحه صيدلي. اذا كلنا متفقين ان احنا للاسف مجربين للأسف. مجربين كلنا طيب. للاسف شديد. نشكر حضراتكم. بعد الفاصل معنا الشيف محمود وفتت موز ضاني اكله مصريه جدا بعد الفاصل ونرقص ربع ساعه مفيش مشكله. انا موافقه.